السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فسأحاول المرور والشرح على ما ذكره ابن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي رحمه الله في القوانين الفقهية من أحكام الصيام والاعتكاف في هذه الأيام، مرورا سريعا مع الأدلة والمناقشة. قال رحمه الله: الكتاب الخامس في الصيام والاعتكاف، وفيه عشرة أبواب. الباب الأول في شروط الصيام، وهي ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من دم النفاس والحيض والصحة والإقامة. عقد هذا الباب لشروط وجوب الصيام، وهذه شروط منها ما يكون أيضا شرطا للصحة مع الوجوب. فشرط الوجوب هو الذي إذا لم يتحقق للإنسان لم يجب عليه ولم يخاطب بالصيام، وشرط الصحة ما يكون مع الوجوب شرطا في تحقق العمل وصحته وإجزائه. فذكر ستة شروط. الشرط الأول منها الإسلام، فيشترط لكل عبادة وجوبا وصحة الإسلام، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقد قال الطائفة إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يوم القيامة يعذبون على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة وترك الحج وترك كل الواجبات، حتى الجهاد يعذبون عليه، لأن ذلك أكثر في تعذيبهم وأكثر زيادة في حسراتهم يوم القيامة. ولكن الراجح أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الله تعالى إنما ذكر التكليف في الأصل للمؤمنين، فهم الذين يثابون على هذه الأمور، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولو أن كافراً أتى بهذه الفرائض لم يحصل له ثواب قطعاً. والذين يرون مخاطبة الكفار بفروع الشريعة يستدلون بقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالكفار لما سئلوا في جهنم عائذا بالله منها: ما سلككم، أي ما الذي أدخلكم وعمقكم في قعر جهنم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهم يعذبون على ترك الصلاة كما هو ظاهر هذه الآية. ولم نكن نطعم المسكين، أي يعذبون على ترك الزكاة أيضا. وكنا نخوض مع الخائضين، أي كنا نكذب، فيعذبون على فعل المحظورات كما يعذبون على ترك الواجبات. وكنا نكذب بيوم الدين، فذكروا الكفر آخرا. ولكن تعذيبهم على ذلك لا يقتضي أنهم مخاطبون بهذه الفروع، بل هم مخاطبون بالأصل، والأصل يشمل كل ذلك. فالإيمان يشمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الحج وإخراج الزكاة وصيام رمضان وغير ذلك من الأحكام، فكلها داخلة في مسمى الإيمان. والشرط الثاني البلوغ، والمقصود به الخروج من حال الصبوة إلى حال الرجولة بالنسبة للرجل، أو من حال الصبوة بالنسبة للمرأة إلى أن تكون بالغة، وذلك هو بداية التكليف، وله علامات يعرف بها، منها ما يتعلق بالسن، وقد اختلف في السن التي يبلغ بها الإنسان، وذلك نظرا لاختلاف البيئات، فمن الناس من رأى أن السن البلوغ هي 15 سنة، ومنهم من رأى 16 أو 17 أو 18، فهي ما بين 15 سنة إلى 18 سنة. فكل ذلك فيه هذا الخلاف، وذلك نظرا لعادة الناس، فاختلاف معايشهم وسكناهم مؤثر في بلوغهم. ومن علامات البلوغ إنبات الشعر، ومنها كذلك الحيض، ومنها كذلك الإنزال، ومنها الحمل، وغير ذلك من العلامات التي يذكرها الفقهاء، وقد ذكرها المؤلف سابقا في الطهارة. فمن لم يبلغ فإن الراجح أنه غير مكلف مطلقا، لأن التكليف مختلف في تفسيره، فقيل هو إلزام ما فيه كلفة، والصبي غير ملزم بشيء، فالمطلوب منه
إنما يكون على وجه الندب، والمنهي عنه في حقه إنما يكون على وجه الكراهة، وهذا ليس إلزاما، والتكليف على هذا القول هو إلزام ما فيه كلفة. لكن من الأصوليين من يرى أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، والصبي تطلب منه الفرائض على وجه النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والأمر بالأمر بالشيء أمر به على الراجح عند الأصوليين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصبيان مباشرة، بل أمر الأولياء أن يأمروهم، فقال: مروا أولادكم بالصلاة. فاختلف الأصوليون هل هذا الأمر يتوجه إلى الصبيان فيكون أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أم لا. وقد قال ابن العربي رحمه الله: الصواب أن الصبي والولي مأموران مأجوران، فكلاهما مأمور وكلاهما مأجور. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع هبط في واد وهو فج الرفحاء، فاستقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، لك أجر. فالعطف يقتضي المغايرة، فهو هنا أثبت الحج للصبي فقال نعم، وهذا إثبات لصحة الحج من هذا الصبي الذي هو في خرقة ما زال رضيعا. ولك أجر، هذا إثبات لأجر الولي، وهذا الذي استدل به ابن العربي في هذه المسألة. وسيذكر المؤلف رحمه الله قول الشافعية بخطاب الصبيان بالصيام. والعقل من شروط التكليف العقل، والمقصود به القدر الذي يميز به الإنسان مصالحه ومفاسده، ويدرك به القربة، أي يدرك به ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والناس متفاوتون في عقولهم تفاوتا كبيرا، لكن أقل ما يحصل به التكليف هو ما يدرك به الإنسان القربة ويميز به مصلحته. فما سوى ذلك من أنواع الإدراك لا تعتبر عقلا، فالبهيمة تحس بالنار إذا وطئتها وتتألم من عض البعوض ونحو ذلك، وتحس بلذتها وحاجتها إلى الشرب وجوعها إلى الأكل. والغنم إذا رأت الذئب فرت منه، لكن هذا لا يسمى عقلا، وإنما هو نوع من أنواع الإدراك دون مستوى العقل. أما مستوى العقل فهو الذي يناط به التكليف، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا ولو كان بالغا فإنه لا يناط به التكليف، فلا يعتبر آثما في ترك الواجبات ولا في فعل المحظورات. وهذا يشمل المجنون المطبق الذي لا يفيق، فإن كان جن قبل البلوغ فاستمر عليه الجنون فإنه غير مخاطب بالصيام لا أداء ولا قضاء. وإذا برئ فإنه يستأنف تكليفه من جديد، ويصوم حينئذ ويصلي ويؤدي فرائضه. أما إذا جن بعد البلوغ فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى المؤلف هنا. وكذلك المبرسم، وهو الذي يفيق أحيانا فلا تستمر إفاقته، فهو يخاطب في وقت إفاقته بالفرائض الوقتية كأداء الصلاة ونحو ذلك. ولكن الصوم إذا لم تكن إفاقته مستمرة ل24 ساعة، ليوم كامل، فإنه لا يجب عليه كذلك أداء، وإن برئ لزمه قضاء احتياطا، لأنه معه من العقل ما يأتيه أحيانا فيميز به. والإغماء مخالف للعقل، ومثله السكر، فإذا أغمي على الإنسان من الليل فلم يفق إلا بعد أن أصبح فإنه لا يلزمه الصيام أداء، ولكنه يقضي على الراجح إلا إذا فات اليوم كاملا. وكذلك إذا أغمي عليه في النهار إغماء لم يطل ولم يتناول مفطرا فإنه يبقى على صومه، وصومه صحيح، لأن الإغماء القصير لا يبطل الصيام على الراجح، وسيذكر المؤلف التفصيل في ذلك. ومثل ذلك السكر، كمن سكر نعوذ بالله، سواء كان السكر لسبب مباح، كمن شرب عصيرا من شرب خمرا يظنها عصيرا فسكر منها، أو استعمل دواء فغطى على عقله، فإذا كان ذلك من الليل فأصبح ولم يصم فإنه لا يلزمه
الصيام بذلك وهو مغطى العقل محجوبه بالسكر، ولكنه يلزمه القضاء. والطهارة من دم النفاس والحيض، فالدمان إذا كان جاريين على المرأة لا يلزمها الصيام أداء ولكنه يلزمها قضاء، فتقضي عدة ما أفطرت لسبب دم الحيض أو دم النفاس من أيام أخر. والصحة وخلافها المرض، فالمرض مبيح للفطر، وقد ذكرنا ذلك بالأمس في تفسير آيات سورة البقرة، وذكرنا تفصيل المرض إلى ثلاثة أقسام. والإقامة، والمقصود بها عدم الضرب في الأرض بأن لا يكون الإنسان مسافرا، وقد ذكرنا تفصيل السفر بالأمس وأنواعه وأحكامه. قال: فأما الإسلام فهو شرط في وجوبه، أي شرط في وجوب الصيام، على الخلاف في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، أي وهو مخرج على مسألة أصولية، وهي خلاف الأصوليين هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. وهو شرط في صحة فعله بالإجماع، إذا صام الكافر فإن صومه لا يقبل منه، لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فلا يقبل الله منهم شيئا، كما أطلق الله ذلك في كل من كفر بالله، فقد قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالكفر محبط للعمل، مبطل له بالكلية. وفي وجوب قضائه أيضا إن أسلم في أثناء الشهر، وفي وجوب قضائه كذلك لا خلاف في وجوب قضائه في عدم وجوب قضائه، فإن الكافر إذا أسلم لا يلزم بقضاء شيء من الصيام الذي مضى. فإن أسلم في أثناء الشهر، إذا أسلم في أثناء رمضان صام بقيته فيجب عليه صيام بقيته، لكن إذا أسلم في نهار في يوم معين في النهار فلا يلزمه إمساك بقية يومه، بل يشجع على الإسلام بأن له بقية يومه، وليس عليه قضاء ما مضى لأنه لم يخاطب به على الراجح. وإن أسلم في أثناء يوم كف عن الأكل في بقيته، هذا هو اختيار المالكية لكن الجمهور على خلافه، وقضاه استحبابا، وهذا الاستحباب في ما أرى في غير محله، لأن وقت الخطاب بالصيام إنما هو عند انعقاد النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فإذا لم يكن في وقت انعقاد النية ولا في أول وقت الإمساك مخاطبا فإنه لا قضاء عليه بعد ذلك. وأما البلوغ فشرط في وجوبه وفي وجوب قضائه. البلوغ شرط في وجوبه على الراجح، لأن الصبي غير مخاطب وقد رفع عنه القلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المريض حتى يبرأ. فقد رفع القلم عن الصبيان فهم غير مخاطبين بالصيام، فلذلك يشترط لوجوب الصيام البلوغ لا في صحة فعله. أما الصبي فيصح منه الصيام لو صام، ولو منعه وليه من المفطرات ونواله الصيام فإنه يصح صيامه أيضا. وفي حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار يوم عاشوراء أن يصوموا صبيانهم، فكانوا يشترون لهم اللعب من العهن ليشغلوهم عن الطعام، وهذا دليل على أنهم صغار جدا فيشغلوهم باللعب عن الطعام، لأن الصغير يجوز صيامه. واختلف هل يندب إليه أم لا،
فرأت طائفة ندب الصيام للصبي لأنه مثل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والصلاة أصل للعبادات كلها فيقاس عليها ما سواها في ذلك. وأوجبه الشافعي عليه إذا أطاقه. الشافعي بالخصوص رأى أن الصبي المطيق للصيام يوجب عليه، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهو قطعا محكوم بإسلامه فهو من المسلمين، فيكون مخاطبا في العموم بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن الراجح خلاف ذلك، وأن التكليف مرتبط بسن وبلوغ، فما لم يبلغ فهو غير مكلف. وملخص المذهب المالكي في هذه المسألة وهي صوم الصبيان أن في المذهب ثلاثة أقوال. القول الأول أنه غير مطلوب، أن الصيام من الأطفال غير مطلوب لا وجوبا ولا ندبا، وهذا القول هو المشهور. ولذلك في المدونة: وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام؟ قال: إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام. قال: ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة. وقد قال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا صيام على الصبيان، قال شارحوها: لا وجوبا ولا استحبابا. القول الثاني أنهم يؤمرون بالصوم على جهة الندب، وهو مذهب أشهب. والقول الثالث هو أن صيامهم مكروه، وهذا لبعض المتأخرين كالصاوي صاحب الحاشية وغيره، وهو غريب جدا، قول بعيد جدا. وأما العقل فشرط في وجوبه، في وجوب الصيام، لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم، غير مخاطب بالتكليف أصلا في حال زوال العقل. وتختلف أحوالهم في صحته وفي وجوب قضائه، فالمجنون لا يصح صومه والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور. وقيل: لا يجب عليه قضاء ما كثر من السنين، لأن في ذلك إجهادا وتكلفة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقد رفع الحرج عن هذه الأمة، وبذلك لا يكون القضاء إجباريا بالنسبة للمجنون. وحتى إلزامه بقضاء رمضان الذي سبق برأه أيضا فيه عناء، لأنه هو لم يأته وقت الصيام وهو مكلف أصلا، فلا فرق بينه وبين الصبي في ذلك. فلهذا الذي نرجحه أنه لا يندب له القضاء ولا يجب عليه. وقيل: إن بلغ مجنونا لم يقضي، بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن. وهذا التفصيل الذي ذكرناه، لأنه إذا بلغ مجنونا فقد سبق الجنون البلوغ واستمر على رفع التكليف عنه وعدم مخاطبته. أما إذا بلغ فأصبح مكلفا ثم بعد ذلك جن فقد طرأ عليه عذر. والذي يترجح أنه لا فرق بين ذلك كله وأنه غير مخاطب. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا قضاء عليه مطلقا. وهذا أيضا مذهب الحنابلة، فهو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. وأما المغبى عليه فإن بقي يوما فأكثر أو أكثر يوم قضاء، وإن أغمي عليه يسيرا بعد الفجر لم يقضي وصومه صحيح، وإن أغمي عليه ليلا واتصل إلى طلوع الفجر فهو مفطر. ولكن اختلف في قضائه على قولين. وقال القاضي إسماعيل من أصحاب مالك: يفسد الصوم بالإغماء مطلقا، فرأى أن الإغماء يؤثر في الصوم كما يؤثر في الصلاة، كما إذا أغمي على الإنسان في صلاته فإن صلاته تبطل وكذلك صيامه عنده. لكن هذا الذي رآه بعيد جدا، لأن الإغماء هو مثل النوم، والنوم لا يبطل الصيام إجماعا، وهو يبطل الصلاة إجماعا كذلك. وعكس ذلك لأبي حنيفة، فإنه يرى أن الإغماء لا يفسد الصيام مطلقا، وأنه بمثابة النوم تماما، ولا يقضي النائم مطلقا. من نام من الليل فلم يستيقظ إلا وقت الإفطار، ف
فلم يشارك الناس في صيامهم، فهذا النوم يصح معه صومه إذا لم يكن ذلك في أول ليلة من رمضان، فإن كان في أول ليلة من رمضان ونوى قبل نومه أنه سيصوم فصومه صحيح أيضا، وإن لم ينوي فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. والسكر كالإغماء إلا أنه يلزمه الإمساك في يومه، من سكر نعوذ بالله فأصبح وهو فاقد العقل من السكر فذلك مثل الإغماء، فيجب عليه إمساك بقية يومه ويلزمه القضاء أيضا. وأما الطهر من دم الحيض والنفاس فشرط في صحة الصوم وفي جواز فعله، فلا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل للنفساء أن تصوم ما دامت تجد الدم، وغير شرط في وجوب القضاء، بل يجب عليهما القضاء بعدة ما أفطرتها من أيام أخرى، كما أفتت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ووافقها الصحابة ولم يعلم أن أحد منهم مخالفتها، فكان ذلك إجماعا سكوتيا. واختلف هل هو شرط في الوجوب أم لا، لأن ما يقضى من التكاليف هل القضاء بأمر جديد أو هو بالأمر القديم، هذا خلاف أصولي معروف، فمن الأصوليين من يرى أن القضاء بأمر جديد دائما، وعلى هذا يكون العاجز أو من فسدت عبادته قد انتهى أمره الأول وتجدد له أمر جديد بالقضاء فيقضي، وذلك أننا لو لم يرد في القرآن ذكر القضاء لما عرفناه، فهو من الأحكام التي يحتاج فيها إلى خطاب، فجاء الخطاب بالقضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدل ذلك على أن القضاء بخطاب جديد وأنه ليس بالخطاب الأول. مع الإجماع على منع الحائض والنفساء من الصوم، فقد انعقد الإجماع على حرمة الصوم عليهما وعلى وجوب القضاء عليهما، قد انعقد الإجماع على وجوب القضاء عليهما، فإذا حاضت المرأة في بعض النهار فسد صومها ولزمها القضاء، وإذا طهرت ليلا طهرت قبل طلوع الفجر فإنه يلزمها الصيام، وقد قيد ذلك بعض أهل العلم بالاغتسال، فرأوا أنها لا يتم طهرها إلا بالاغتسال، لأنهم رأوا الطهر مرتبطا بالتطهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فذكر شرطين، الشرط الأول حتى يطهرن والشرط الثاني فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فرأى الطائفة من أهل العلم أنه لا يجب عليها الصيام إلا إذا اغتسلت، فلذلك قال وإذا طهرت ليلا فإن اغتسلت ونوت الصيام قبل الفجر أجزأها اتفاقا، وإن أخرت الغسل إلى الفجر أجزأها في المشهور. وقال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك تقضي، وقال ابن الماجشون تقضي إن كان الوقت ضيقا لا يتسع للغسل، وإن طهرت نهارا فلها بقية يومها، فلذلك تأكل وتشرب وتجامع كما قال خليل فلقادم وزوجة طهرت، لذلك قال أكلت بقية يومها معناه فلها بقية يومها، وقضت تقضي ذلك اليوم الذي طهرت فيه في أثنائه. وإن طهرت ولم تدري أكان طهرها قبل الفجر أم بعده صامت وقضت، إذا شكت في طهرها هل كان قبل طلوع الفجر أو بعده، كمن لم تستيقظ إلا وقت الصلاة بعد طلوع الفجر فوجدت نفسها قد طهرت فلا تدري هل الطهر كان الآن في هذه اللحظة أو كان وهي نائمة، فإن كان الطهر قبل الفجر وجب عليها الصيام كما ذكرنا، وإن كان بعد الفجر لم يجب عليها الصيام، فلذلك الاحتياط أن تمسك بقية يومها وتقضي، فتمسك بقية يومها لئلا تكون قد طهرت من الليل، وتقضي لئلا تكون قد طهرت في النهار لئلا يكون طهرها في النهار، فتجمع بين الأمرين احتياطا.
وأما الصحة والإقامة فشرطان في وجوب الصيام لا في صحته، وقد ذكرنا أحكامهما بالأمس، ولا في وجوب القضاء، ولا في وجوب القضاء فهما شرطان فقط في وجوب الصيام. فمن كان مريضا في وقت دخول الشهر أو في وقت انعقاد النية فإنه غير مخاطب في ذلك الوقت بالصيام، ولكنه يخاطب بالقضاء فيقضي عدة ما أفطر من أيام أخرى كما صرح الله بذلك. فإن انحتام الصوم يسقط عن المريض والمسافر ويجب عليهما القضاء إن أفطرا إجماعا. وقد اختلف إذا صاما وهما معذوران هل يلزمهما قضاء أم لا، هل يجزئهما صيامهما على المرض والسفر، وهذا الخلاف هو لظاهرية. فلذلك قال ويصح صومهما إن صاما خلافا لظاهرية. فالظاهرية يرون أن المريض الذي يجب عليه الفطر وهو الذي مرض مرضا مخوفا يخاف منه الهلاك أو شديد أذى كفقد إحدى الحواس الخمس فإنه يحرم عليه الصوم إجماعا، والظاهرية يرون أنه لا يجزئه وأنه يجب عليه القضاء أيضا. قال الباب الثاني في أنواع الصيام، قال وهي ستة أنواع: واجب وسنة ومستحب ونافلة وحرام ومكروه. والواقع أنها خمسة فقط، لأن المستحب والنافلة في رتبة واحدة، لأن أحكام التكليف لدى المالكية خمسة هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. فالواجب هو صيام رمضان وكذلك قضاؤه وكذلك صيام النذر وكذلك قضاؤه، فهذه واجبات، وكذلك صيام الكفارات في حق من لزمته كفارة من الكفارات التي تؤدى بالصيام، فهذا النوع هو الصوم الواجب. والصوم السنة هو مثل صيام يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم وكذلك التاسع منه وتاسعا. قال والمستحب صيام الأشهر الحرم وشعبان. المستحب معناه المندوب هو مثل صيام الأشهر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكذلك شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أراك تكثر الصيام في شعبان، فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرأى الناس يغفلون عن العبادة فيه، وهو دائما حريص على المنافسة، فكل طاعة يشغل عنها الناس يبادر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يصومون في رجب كما كان عليه الجاهلية يسمونه رجب مضرة، وهو من الأشهر الحرم ويعظمه أهل الجاهلية، ويصومون في رمضان. في شعبان بينهما يتجاوزه الناس، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صيامه. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان، وما رأيته في شهر غير رمضان أكثر منه صياما في شعبان، فكان يكثر الصيام في شعبان. ومع ذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم بعد انتصاف شعبان، فقال إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصيام. فدل ذلك على أن من يشق عليه الصيام ينبغي أن يهيئ نفسه لرمضان، وألا يصوم بعد انتصاف شعبان يتقوى لرمضان. والعشر الأول من ذي الحجة ذكرها هنا في المندوبات، ولكن الراجح أنها في السنن المؤكدات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الفضلها، وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وبالأخص أن فيها يوم يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، وهو يوم عرفة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين الماضية والمستقبلة. فلذلك يسن صيام أيام العشر، والمقصود بالعشر هنا التسع فقط،
لأن يوم العيد هو العاشر لا يحل صومه. والأحاديث التي وردت فيه هذا ظاهرها التعارض، كحديث عائشة عند مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة. لكن في سنن النسائي بإسناد صحيح عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك صيام عشر ذي الحجة. فظاهر هذين الحديثين التعارض، ولكن يحمل ذلك على أن المقصود أنه لم يكن يظهر ذلك للناس، أو أن لغة قريش إذا قيل فيها الحصر لا يقصد به التمام وإنما يقصد به الكثرة، كما في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بيتها أربعة. فيحمل هذا على أن لغة قريش لا يقصد فيها الجزم في الحصر، فإن قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى مقصودها ما رأيته يصلي ذلك إلا قليلا، وذلك القليل هو الذي أثبتته في قولها كان يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة. كان يصلي الضحى في بيتها أربعة. ونظير هذا أيضا ما جاء عن عائشة في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. وقد ثبت عنها ما يدل على أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم وحده يصل إلى 11 ركعة. فقد سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: تارة يوتر بواحدة، وتارة يوتر بثلاث، وتارة يوتر بخمس، وتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بتسع، وانتهى وتره إلى 11 ركعة. فالوتر وحده قد يصليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. وقد ذكرت هي قيامه قبل ذلك، فذكرت أنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذا يقتضي زيادة على العدد الذي ذكرته. وعموما بالنسبة لقيام الليل سواء في رمضان أو في غيره، الأصل فيه أن المطلوب والمقصود فيه الوقت المدة، فإن الله قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الوقت الكثير الذي يمضيه الإنسان يصلي هذا المطلوب، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آخر هذه السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فعلى هذا المقصود أن يمكث الإنسان وقتا يعتد به من الليل وهو يصلي. وقد اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام عمر على التراويح فجعلوها 23 ركعة، فكان ذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين وتبعهم المسلمون على ذلك. والزيادة التي زاد فيها عمر بن عبد العزيز عندما أوصلها 39 إنما كانت بسبب شكاية الناس، فشكوا إليه من طول القيام، فإن الناس في صلاة التراويح كانوا يطيلون القيام جدا. وفي صلاة أبين عندما رتبه عمر ليصلي بالناس كان يصلي 10 ركعات فيطيل فيهن حتى يقسم البقرة بين ركعتين، ويعتمد الناس على العصي من طول القيام، يعتمد الناس على العصي من طول القيام، فإذا أكمل 10 خرج أبي يصلي وحده، فصلى بهم تميم بن أوس الداري 13 ركعة، فيقول الناس: أبقى أبي أبقى أبي، أي شرد وهرب، فإنه ينفرد لصلاة نفسه. فبعد أن يتم 10 ركعات بالناس يصلي هو ما كتب له، ويتم لهم إمام آخر وهو تميم بن أوس، رتبه له عمر بن الخطاب بذلك. فلذلك قول المؤلف: والعشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة، الراجح أن هذا من السنن وليس من المندوبات. وستة أيام من شوال، فيندب لمن وفقه الله لصيام رمضان أن يصوم 6 أيام من شوال، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. ورمضان دائما
يكتب 30 يوما، حتى لو كان الإنسان لم يصم منه إلا 29 يوما، إن كان الشهر ناقصا فهو تمام عند الله لا ينقص، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فهما تامان في عند الله سبحانه وتعالى دائما في الأجر. فلذلك لو صام الإنسان 29 يوما من رمضان فإنه يعتبر قد صام 30 يوما، فتضرب في 10، لأن الحسنة أقل ما تضرب فيها 10 أمثالها، فيكون بذلك قد صام 300 يوم. فإذا تطوع فصام 3 أيام من شوال أردفها بها 6 أيام من شوال، فالستة تضرب أيضا في 10، فيكون بذلك قد صام 60 يوما، فيكون كأنما صام الدهر، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام رمضان ثم أردفه بست من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، فرمضان 300 يوم والست من شوال 60 يوما، فيتم للإنسان 360 يوما، وهي أيام السنة القمرية. وإذا كان عليه قضاء من رمضان، كمن أفطرت بسبب الحيض في رمضان فلم تستطع قضاء ذلك مع الست من شوال، فإن الراجح أنها تبدأ بالست قبل القضاء. والكراهة التي يذكرها المالكية في التنفل لمن عليه القضاء أنه يكره له أن يتنفل، محلها في غير المعينات كست من شوال، فإنها تصوم الست من شوال نفلا ثم بعد ذلك تقضي ما عليها من الصيام في غير شوال، لأن القضاء لا يشترط أن يكون في شوال، أما الست فظاهر الحديث اشتراط أن تكون من شوال. وقد ذهب المتأخرون من المالكية إلى أن المقصود بالست مطلقا من شوال أو من غيره، لأنهم رأوا أن مفهوم المخالفة هنا وهو مفهوم الظرف لا مفهوم له، فإن الظرف وهو من شوال لا مفهوم له عندهم، فجاء على الغالب، لأن الغالب في الإرداف أن يكون في شوال وهو الشهر الذي يلي رمضان. ولكن دلالة الحديث واضحة، فإن الحديث فيه وأردفه بست من شوال فيحمل على ظاهره، فلذلك يختص هذا بما ورد فيه النص، لأن هذا من الغيبيات التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعرفنا أن من صام ستا من شوال وأردف بها رمضان بعد أن أتم صيام رمضان فهو الذي يكتب له صيام الدهر. وثلاثة أيام من كل شهر، فيسن للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فيكون كأنما صام الشهر أيضا، لأن اليوم 10 أيام فالحسنة 10 أمثالها. وحينئذ إما أن يصوم أيام الليالي البيض، وقد جاء الأمر بذلك، وهي اليوم 13 و14 و15 من الشهر، وإما أن يصوم اليوم الأول من الشهر واليوم 11 منه واليوم 21 منه، فيكون كل 10 بدأ باليوم الأول منها، فيكتب له صيامها كاملة. ويوم الاثنين والخميس كذلك يندب صيام يوم الاثنين والخميس لمن لا يشق ذلك عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما كثيرا. وقد سئل عن صيامهما فقال إن العمل يرفع فيهما إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فمن شكره لله سبحانه وتعالى أن يصام هذا اليوم. فنحن نشكر لله نعمته علينا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فصيام يوم الاثنين مندوب بسبب ذلك، كما أن صيام يوم عاشوراء إنما شرع شكرا لله على نعمة إنقاذ موسى والمؤمنين معه من فرعون وجنوده.